يمثل مشروع السبتة العلمية الدوري إحدى الآليات التي يتبعها المركز الوطني للمتميزين ضمن خطته التعليمية التي تتضمن الجوانب العلمية البحثية والثقافية الفنية التي يوليها المركز الاهتمام اللازم بهدف دعم شخصية الطالب المتميز. نحن في جامعة تشرين نحتضن مدرسة المتميزين التي تضم نخبة من طلابنا المتميزين على مستوى القطر. بالنسبة لنا هم بين أهلهم. تقدم جامعة تشرين والقيادة السياسية في الجامعة كل المتطلبات لخدمة هؤلاء الطلبة لسيرورة العملية التعليمية لأن تكون بأفضل حال. بالنسبة لنا نحن ندعم هذه النشاطات العلمية التي تقام كل سبت. يقيم المركز الوطني للمتميزين بشكل دوري فعالية السبت العلمي حوالي كل شهرين مرة. السبت العلمي هو بهدفه حث الطلاب على البحث العلمي، أهدافه هو بشكل أساسي تطوير مهارات البحث العلمي عند الطلاب، هي فرصة لقدم الطلاب نبذي عن مشاريعهم، جزء من العمل البحثي اللي عم يقوموا فيه، البحثي المصغر اللي عم يقوموا فيه ضمن المركز الوطني للمتميزين اللي بيميزه بشكل أساسي هالشق أو هذا الجانب. استضاف السبت العلمي أساتذة وأكاديميين لإلقاء محاضرات علمية تهدف إلى توسيع الثقافة العلمية لطلبة المركز من خلال جلسات إثرائية للمواد العلمية الأساسية. السنة الماضية العام الماضي قام أولمبياد المدرسين وكنا أحد الطواقم اللي تقدمت وتجاوزت أحد مراحل الهامة. اليوم كرمونا وشكرا لهم، شكرا لهيئة الأولمبياد، ونحن كمدرسين لازم نكون بمرحلة منافسة مو استقرار بالمعلومات أو بالسوية العلمية، لازم نضل في مرحلة منافسة لحتى نحقق الشيء الأسمى اللي هو بناء الوطن وبناء سوريا الحبيبة. اليوم محاضرتنا هي موضوع خطوات الطريقة العلمية أو طريقة البحث العلمي. طبعا رح نقدمها بشكل هيك مبسط لطلابنا بالمركز طبعا نشرح لهم الطريقة اللي بتتم فيها عملية البحث العلمي طبعا بالخطوات الأساسية وبنفس يعني خطوات أي تجربة أو بحث ممكن يجري أي باحث، لكن هون بس عم نقدمها بطريقة مبسطة. كما يقوم الطلاب بإعداد سيمينارات علمية يقدمونها أمام زملائهم والاختتام بحفل موسيقي وعدة أنشطة فنية متنوعة. شاركت بالأولمبياد العالمي هاي السنة وجبت شهادة تقدير دولية بجنوب أفريقيا. السبت العلمي اليوم بدي أقدم سيمينار عن قضية العلاقة بمنطق الرياضيات بشكل عام. قضية شغلت العلماء مجتمع العلماء الرياضيات بهالفترة كتير، هي مجموع الأعداد من الواحد اللانهاية هو ناقصها 12. نحن كطلاب بكالوريا وكل طلاب المركز بيقدموا سيمينارات كمبادرة شخصية بالسبت العلمي لأحيائه. أنا مقدمة سيمينار بعنوان You can't see it but you can feel it، هي عن طب النانو. لسه في كتير من زملائي مقدمين سيمينارات، كمان في أساتذة مقدمين سيمينارات وبيكون في أكاديميين مقدمين سيمينارات. نظمنا مسابقة علمية بين طلاب المركز وبين طلاب مدرسة بتعاون مع طلاب مدرسة المتفوقين. هيدي المسابقة وضعت معايير لانتقاء الأسئلة وللتصحيح، ومن خلال هي بس لحتى إنه يتم انتقاء الطلبة اللي فعلاً إنه منحس إنه عندهم مكامن الإبداع بهي بعلوم الكيمياء، الفيزياء، العلوم الطبيعية والمعلوماتية والرياضيات. مشاركتنا اليوم المسائية بالفترة الفنية رح نقدم فيها مجموعة من الأغاني مع عزف وفي عزف إفرادي لحال. تعد فعالية السبت العلمي إغناء وإثراء لتنمية الفكر الإبداعي والبحث العلمي لطلبة المركز لتوسيع الثقافة المعرفية وتطوير الشخصية المتميزة.